أكد اتحاد الجمعيات الفلاحية أن عملية تجريف بساتين النخيل أثرت بشكل كبير على إنتاج التمور التي بدأت بعض أصنافها النادرة بالانقراض، مطالبا بإجراءات عاجلة لحماية تلك الثروة الوطنية. وطالب رئيس الاتحاد حسن التميمي الحكومة الجديدة بأن تأخذ على عاتقها إعادة زراعة النخيل وتهجين الأصناف النادرة وزراعة النخيل بالتقطير والري بمياه الآبار الارتوازية في المناطق الصحراوية. وأشار إلى أن العراق بحاجة إلى تشريع قوانين تمنع التجريف من أجل العودة إلى مقدمة الدول المصدرة للتمور.